والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. شفت لكم فيه سلطة خفيفة، حبيت نشارك معكم هذا التزيين تاع السلطة هذه، ان شاء الله تنال اعجابكم. ديروها بالخضر اللي عندكم في الدار، الروز. نروحوا لش نحتاج لهذه السلطة. نحتاج لها هذه السلطة، حنديرها بالقرنون، نحشيها بالحشي قرنون، روز فورته حتى يطيب لك مليح، جلبانه فورتها، سناريه فورتها وقصيتها مكعبات صغار، طماطم تقصي مكعبات وتحتاجي هذا التزيين هكذا، زيتون تحبي اسود تحبي هذا، بصل، طوم، شويه تاع المايونيز، فلفل، ملح، خل، زيت، ورويشه تاع السلطه باه نزينوا هذا الطبق تاعنا تاع السلطه. روحوا لتاريخ التحضير، حطوا الروز تاعنا هكذا، نزيدوا جلبانه، سناريه، تعود عندك المايس، حطي مايس تاعي تجي مليحه، زيتون قطع هكذا شرائح، وبصل، طماطم مقسومة مكعبات هكذا، زيدو الطون، بيضة طون، بلاطا طون، حضرو الصلصة. حطوا كيما الزيت اللي حطينا، 4 مغارف زيت، نحطوا 2 مغارف خل باش تجيك لاصوص تاعك مليحه. ربع مغارف زيت نحطوا ربع خل، كاين الخل اللي يجي شوي قوي، تحبي ديري بزيت عرب ديريها بزيت عرب تجي حسن، ولا حطي شويه زيت عرب على الذوق هكذا، زيدوا شويه ملح، شويه فلفل، حطوا مغرفه مايونيز لاصوص تاعنا. انا ما حاش ندير زي ماسيدوان، ديرو تشغل ماسيدوان يا سلطة. خلطوا هاد الصوص تاعنا هادي، تحبي تزيدي لها سنينة ثوم، انا المايونيز تاعي درتها في الطبق، حطيت الثوم، حطوا سنينة ثوم، نسيت ما حطيتش سنينه ثوم. انا هذه المايونيز تاعي درتها في الدار، حطيت لها الثوم، بالثوم درتها، ونزيد لها سنه ثوم، نحط سنه ثوم في هذه السلطه تاعي، نحطوا لها الثوم باش تجي بنينه. خلطوا لاصوص تاعنا هذه، حطوها على المكونات تاعنا هادو، ونخلطوهم مليح هكذا، نحكمو الحبة تاعنا تاع الحبة تاعنا تاع الكرنون، نفرغوها، هذه غليناها غليتها في الماء، حبتك نفرغلها الداخل تاعها برك هكذا، نحلها هكذا كيما تلاحظوا هكذا، فرغلها من الداخل تاعها هكذا، نعتبكم هكذا هكذا، فرغها بشويه ما تفسدهاش،
اللي يحب يدير ماسيدوان يعمرها بالماسيدوان، يحب يعمرها هكذا نحيو لها اللب تاع هذاك للداخل هذا هكذا هكذا نحلها هكذا نعمرها من داخل السلطه تاعنا هذه. هكذا هذه تاك نحطها بجانب ونوجد السلطه تاعي في الصحن. نجيب الصحن تاعي هذا اللي نقدم فيه نفرشو بالسلطه الخس، نحط له لاصوص اللي درنا هذيك شويه لاصوص حتى تعدي راح تقدميها ما تحمرلكش، حطي لها لاصوص شويه شويه، نحطوا القرنون تاعنا اللي عمرناه من داخل السلطه. تحبوا تحطوا شويه صوص هكذا على القرنون هكذا، حطي له شويه صوص على القرنونه هكذا باش تجيك فيها لاصوص كي تعودي راح تقدمي هكذا. تزيين كل وحده واش تحب تزينها، انا كل مره نزينها بطريقه. هاي السلطه تاعنا سهله خفيفه تجي لذيذه كيما تلاحظوا هكذا حوايج خفاف ما نديروش مكثرش فيها المايونيز في لاصوص تجينا خفيفه. حبيت نشارك معكم هذه الفكره هذه تاع نحشيو القرنون نشرشموه وبعد نحيو القلب تاعو نحشيوه. اي سلطه عندك اي سلطه، انا عندي هادو في الدار وجدين درتهم لكم هكذا. تحبوا تحطوا لها شويه معدنوس هكذا من فوق مع الاخير هكذا شويه معدنوس هكذا. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الفكره هذه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه